السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الفرقة طبعا بالمجمع التكنولوجي المتكامل بالأمريكية، إن شاء الله النهاردة هنستكمل مع بعض مادة الإلكتريك سيستم أند فولت فايندينج. هنستكمل مع بعض رحلتنا في أوت كام 3. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الثري فيس موتور، واتكلمنا على السينكونس جنريتور وهو طبعا نوعه ثري فيس جنريتور. هنكمل النهاردة مع الموتور اي سي موتور، ودوت هتبقى اخر حاجة معانا في الاي سي موتور. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن السنجل فيس اي سي موتور. اول حاجة هنتكلم عنها الكونستراكشن اوف السنجل فيس اي سي موتور. زي ما اتفقنا وزي ما عرفنا في الثري فيس ان اي موتور بيتكون من جزئين رئيسيين، الستيتور والروتور. الستيتور عندنا consisting of a steel frame that support a hollow cylinder core construct from stacked lamination having a number of slots, even spaced slots providing the space for the stator winding. طبعا زي ما احنا شايفين عندنا اهو steel frame يتكون من الصلب ويحتوي على winding. الwinding دي طبعا inserted in او laid in slots، وبينهم وطبعا في عندنا insulation وفي عندنا ايه iron core داخلي. تمام كده، هي دي مكونات الستيتور، وهو طبعا يشبه الستيتور بتاع الثري فيس، ولكن الاختلاف ان الستيتور هنا يحتوي على ملفات سنجل فيس وبيتم توصيله بسنجل فيس، مش زي الثري فيس اللي هي بتبقى عدد الملفات بيكون اكبر. تمام كده، وبيبقى عندي اطراف للثري فيس، هنا بيبقى عندي اطراف للسنجل فيس بس وملفات سنجل فيس. دوت اول جزء. طبعا تاني جزء عندنا الروتور. اتفقنا في ثري فيس ان الروتور عندنا عبارة عن ينقسم الى نوعين، سكوير كيتش روتور وسليب رينج روتور. اما في السنجل فيس فالكونستراكشن بتاعي بخصوص الروتور هو عبارة عن سكوير كيتش روتور، وزي ما اتكلمنا قبل كده عن السكوير كيتش روتور هو عبارة عن contacting bulk laid into slots and shorted at both ends by short rings. هو عبارة عن بارات مصنوعة من الألمونيوم، ألمونيوم بارز، و shorted from both ends by short rings. عندنا هنا معمول عليهم short circuit عن طريق ايه short rings. طبعا الشافت بتاعي fan plates اللامينيشن iron، وهنا الألمونيوم بارز. تمام، هنتكلم مع بعض دلوقتي على الاوبريشن اوف السنجل فيس موتور. السنجل فيس موتور is not self starting motor. يبقى دي اول معلومة مهمة المفروض ان احنا نبقى عارفينها عن single phase motor، ان الموتور دوت not self starting motor، بمعنى ان الموتور دوت لما بوصل single phase على الموتور، الموتور مش هيتحرك اوتوماتيك، ما بيتحركش لوحده، لا. فعشان كده هو not self starting. مثال 3 phase، 3 phase مجرد ما بوصل السورس بيبدا الموتور عندي في الحلقه، ولكن هنا لما بوصل السورس بتاعي single phase الموتور بتاعي ما بيتحركش. but requires some starting means، محتاج بعض الوسائل عشان يبدا يعمل الحركه بتاعته. say single phase stator winding produce a magnetic field that pulsate in strength in a sinusoidal manner. طبعا زي ما احنا ما شايفين السنجل فيس هي عبارة عن ساين ويف، وبالتالي الساين ويف دي بتبقى نفس الشيب بالنسبة للفولتج والكرنت، وكذلك بالنسبة للفلكس. الفلكس بتاعي عبارة عن ساين ويف. طيب ايه المشكلة ان الفلكس بتاعي يكون ساين ويف؟ المشكلة ان زي ما احنا ما شايفين ان بيتولد عندي هنا ماجنتيود بتاعة الفلكس في الهاف سايكل الاولانية، وبيتولد نفس الماجنتيود ولكن بيحصل ريفيرس في البولاريتي، جزء بيبقى موجب وجزء بيبقى سالب. فبالتالي الفلكس اللي بينتج عبارة عن بالسيتنج فلكس وبيلاشي بعضه، اللي هو سافيلت ريفيرس افتر اتش هاف سايكل. بعد كل هاف سايكل الفيلت بيحصل له ايه؟ الفيلت البولاريتي بتاعته بتتعكس، وبالتالي ما بيسببليش التورم. طيب قلنا في الثري فيس كان ايه اللي بيحصل؟ بينشا ما يسمى بالروتيتنج ماجنتيك فيلد، والروتيتنج ماجنتيك فيلد كان بينشا ان احنا عندنا ثري فيس، فكان عندنا الفيس 1 وفيس 2 وفيس 3، فبالتالي كان الفيلد بيزيد لحد فيس 1، ولما يجي يبدا يقل يحصل ايه؟ يدخل مع فيس 2 اللي هو الفيس الثانيه، وبعد كده لما يجي يبدا يقل يخش فيس
3. وبالتالي كان الفلكس او الفيلد بتاعي بيتحرك بسرعه ثابته اللي هي السنكرونس سبيد وفي جميع الاتجاهات، وبالتالي كان هو توت الروتيتنج ماجنتيك فيلد هو السبب الرئيسي في ان الموتور 3 فيس موتور بتاعي يبقى سيلف ستارتنج موتور، يعني بتحرك مجرد ما اوصل بيه السورس. ولكن هنا دي مشكله بتقابلني ان انا عندي سنجل فيس وبالتالي بيحصل بالسيتنج ماجنتيك فيلد، وبالتالي البالسيتنج ماجنتيك فيلد ديت بتسبب ان الموتور بتاعي هو نوت سيلف ستارتنج، بمعنى سالترنيتنج فلكس كان نوت برودوس ا روتيشن ان ستيشنري سكويرل كيج روتور. في السكوير كيتش روتور ما بيقدرش يتولد فيه دوران او حركه نتيجه هذا البالسيتنج ماجنتيك فيلد. طيب هنشوف مع بعض ازاي نخلي السنجل فيس موتور سيلف ستارتنج موتور، ميكينج السنجل فيس اندكشن موتور سيلف ستارتنج موتور. ايه هي الطرق او الاساليب المطلوبه علشان اخلي السنجل فيس موتور بتاعي عباره عن سيلف ستارتنج موتور؟ لان ده هو مطلوب وهي المهام الرئيسيه للموتور ان هو يبروديوس ميكانيكال انرجي او يسبب دوران او يسبب لي حركه معينه. ولكن لما يكون نوت سيلف ستارتنج موتور مش هيأتي الوظيفه بتاعته اللي انا عايزها. طيب ايه هي الاساليب او الوسائل اللي تخليني اقدر احول السنجل فيس موتور من ان هو نوت سيلف ستارتنج موتور الى ان هو يبقى سيلف ستارتنج موتور؟ To make a single phase induction motor self starting, we should somehow produce a revolving stator magnetic field. لازم نولد magnetic field revolving او اللي هو يسبب الحركة او مشابه للروتيتنج magnetic field اللي احنا بنولده في 3 phase، وطبعا صعب جدا مع السنجل فيس. طيب احنا هنعمل ايه؟ This may be achieved by converting a single phase supply into two phase supply through the use of an additional winding. يبقى احنا هنا هنحول السنجل فيس الى تو فيس، وبالتالي لما نحولها لتو فيس هيبقى البرفورمانس بتاعه يشبه الروتيتنج ماجنتيك فيلد، بمعنى ان هنا هيبدا يسيت معايا ولما يجي يبدا يقل هنلاقي ان في ماجنتيك فيلد تاني، وبالتالي هيحصل هيتولد ما يسمى بالريفولفينج ماجنتيك فيلد او الروتيتنج ماجنتيك فيلد، والماجنتيك فيلد دوت هو اللي هيكون السبب الرئيسي في الحركه. طيب يبقى انا دلوقتي عايز احصل على ايه؟ ما يشبه ان انا يكون عندي تو فيس. طيب في الطبيعي ان احنا هنوصل بالستيتور سنجل فيس فيس واحده، فاحنا عايزين نحصل على من خلال توصيل الستيتور بفيس واحده ديت عايزين نحصل على ويف للماجنتيك فيلد وللكرنت تشبه ايه؟ التو فيس ويف اللي احنا شايفينها دي. فاول حاجه مبدئيا هنقسم ملفات الستيتور لملفات ستارتنج وايندنج وملفات تانيه اسمها المين وايندنج. يبقى احنا بدل ما كان عندنا ملفات ليها اطراف واحده، لا هنقسمها لجزئين، جزء من هيبقى اسمه المين وايندنج وجزء تاني يبقى اسمه الستارتنج وايندنج. تمام. طيب عشان نخليها طبعا في انواع كتيره من السنجل فيس اندكشن موتور، كل نوع منهم بيتبع وسيله معينه عشان يخليني في الاخر احصل على شكل ويف تشبه التو فيس ويف فورم، وبالتالي احصل على ريفولفينج ستيتور ماجنتيك فيلد. طيب الانواع دي بتعتمد على الطريقه اللي بتخليني احصل على التو فيس او اللي بتخليني احصل على ريفولفينج ماجنتيك فيلد. طيب تنقسم انواع التايبس اوف السنجل فيس اندكشن موتور الى رقم واحد سبليت فيس تايب started by two phase motor action through the use of an auxiliary or starting winding. في السبليت فيس هستخدم ملفات اضافيه هنسميها starting winding، هنستخدم ملفات اضافيه هنسميها starting winding زي ما احنا وضحنا قبل كده. هنا هنقسم ملفات لجزئين، جزء هنسميه starting وجزء هنسميه المين، وهنوضحه دلوقتي بالتفاصيل. الملفات الاضافيه دي هتعمل ايه وازاي هتخليني اولد التو فيس او ازاي هتولد لي ريفولفينج ماجنتيك فيلد. طيب تاني طريقه الكاباستور تايب started by two phase motor action through the use of an auxiliary winding and capacitor. في حاله الموتور النوع الثاني اللي هو الكاباستور تايب بنستخدم ملفات اضافيه اللي هي هنسميها الستارتنج وايندنج، وهنستخدم معاها هيكون متصل معاها كاباستور بطريقه ما، والكاباستور دوت هيسبب لي مع الملفات ديت هيسبب لي الحركه او هيسبب لي الريفولفينج ماجنتيك فيلد او هيولد لي التو فيس. طيب تالت طريقه الشاتت بول تايب started by the motion of the magnetic field
produced by the mean of shutting coil around a portion of the pole structure. يبقى هنا ان احنا هنولد باور تو ال 3 فيس عن طريق ان احنا الاقطاب بتاعتنا او الماجنتيك بولز. احنا عارفين ان الموتور اللي بيتكون من لازم يكون فيه مكان مغناطيسي ويكون فيه عندي تيار كهربي عشان تولد الحركه، تمام كده؟ طيب المكان المغناطيسي او الماجنتيك بولز ديت هعمل لها شيتنج. شيتنج بمعنى انها هعمل لها اسلام او هقلل او هاثر على الماجنتيك فيلد بطريقه ما علشان احصل على ما يشبه التو فيس واولد اللي هو ريفولفينج ماجنتيك فيلد، ما يبقاش النص الموجب في الساين ويف بيساوي النص السالب. مع السلامه، نرجع تاني نشوفها كده. الساين ويف احنا كان عندنا مشكله ان هنا البوزيتيف هاف سايكل نفس النيجاتيف هاف سايكل والبولاريتي معكوسه فبالتالي بيلاشوا بعض. فهنا هنعمل عن طريق شتت بولز، مش هنخلي في سيميلاريتي بين التو هاف سايكلز، وهنشوف دوت ازاي لما نيجي نشرح النوع الثالث اللي هو الشتت بولز. تمام، نشوف السلايد اللي بعدها اتكلمنا في ديت. طيب تمام، يبقى احنا كده اتكلمنا على انواع سنجل فيس اندكشن موتور. عندنا ثلاث انواع رئيسيه، السبليت فيس تايب والكاباستور تايب والشتت بول تايب، تمام كده؟ طيب هنبدا نتكلم بالتفصيل عن الانواع ديت. اول نوع عندنا وهو السبليت فيس اندكشن موتور. تمام، زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا هنقسم الملفات بتاعتنا لنوعين، مين وايندنج واكسلري وايندنج، هنسميها الستارتنج وايندنج. تمام كده، the two winding are so designed that the starting winding S has high resistance and relatively small reactance. طبعا نوع الواير اللي احنا هنعمل منه الستارتنج وايندنج ديت هيبقى واير ليه ريزيستنس عاليه، مقاومه عاليه، وهيكون ليه رياكتنس قليله. والرياكتنس ديت طبعا احنا عارفين هي ممكن تكون ال، لان اي سلك او اي واير بوصل فيه تيار بيبقى اي سلك بيبقى ليه مقاومه بيبقى ليه ايه رياكتنس. فالرياكتنس عندي هتكون قيمتها هنا قليله وقيمه المقاومه عاليه. وهوايل سمين وايندنج ام، المين وايندنج اللي هي الجزء دوت اللي هو ام، هتبقى ليها لو ريزيستنس و لارج رياكتنس. يبقى احنا كده دلوقتي قسمنا الملفات زي ما اتفقنا الى مين وايندنج والى ايه اوكسلري وايندنج، سميناها ايه ستارتنج وايندنج. الستارتنج وايندنج اللي هي الاس هيكون ليها مقاومه عاليه ويكون ليها رياكتنس قليله، ولكن المين وايندنج هيكون ليها مقاومه قليله وهيكون ليها رياكتنس عاليه. طيب دوت هيسبب ايه؟ انا لما اوصل تيار على الستيتور وبالتالي هيمر هنا تيار يسمى اي اس وهيمر هنا تيار يسمى اي ام، هيبقى في بين الاي اس والاي ام نتيجه اختلاف الرياكتنس بينهم والريسيستنس، هيبقى في بينهم هما الاثنين وبين بعض انجل. الانجل دي هتساوي من 25 ل 30 درجه، وفي بين كل واحد فيهم مع الفولتج في بينهم وبين بعض انجل، فبالتالي هيتولد عندي ويف تشبه اللي احنا شرحناها قبل كده اللي هي التو فيس. كان انا عندي تو فيس برغم ان انا موصل مصدر تيار واحد، بس كان عندي ايه تو فيس، لان في مقاومات مختلفه وفي لي اكتنس مختلفه للاثنين. طيب تعالوا نشوف الاوبريشن مع بعض. When the two stator winding are energized from a single phase supply, the main winding current هنسميه ايه اي ام، while the starting winding carries current اي اس، زي ما موضحين على الرسمه هنا هيمشي اي ام، current flow هنسميه اي ام وكانت فلو هنا هنسميه اي اس. تمام، since main winding is made highly inductive، احنا اتفقنا ان الملفات الرئيسيه ليها low resistance و high inductive، while the starting winding high resistive، ال starting ليها high resistive ولكن المين winding ليها هي high inductive. The current اي ام and اي اس have a reasonable phase angle، في بينهم وبين بعض phase angle equal 25-30 degree between them. الانجل بينهم الاثنين هتبقى من 25 درجة إلى إيه 30 درجة. طيب تمام. Consequently a weak revolving field approximate to that of a two phase machine is produced which starts the motor. نتيجة كده هيتولد عندي إيه revolving
فيلد، ولكن الريفولفينج فيلد هتبقى قيمته ضعيفه. واحنا قلنا هو دوت المطلوب، عندي تو فيز فبالتالي هيولد لي ريفولفينج فيلد، ودوت هيسبب لي ان الموتور يبقى ايه سيلف ستارتنج، مش زي لو قلنا وصلنا سلك الفيس بس. احنا اتفقنا لو وصلنا سلك الفيس بس هيبقى عندي شكل ساين ويف، وبالتالي هيكون عندي شكل الساين ويف العاديه، وبالتالي هيسمى بالسيتنج ماجنتيك فيلد. والبالسيتنج ماجنتيك فيلد هتأتي ان الموتور بتاعي ما يتحلقش في الاول، محتاج حركه ميكانيكيه عشان يبدا يكمل دورانه، وده طبعا مش براكتيكال، مش شيء عمل ان انا ابدا احرك الشافت شويه او اسوق الشافت بتاعي عشان يبدا الموتور يتحلق. فاحنا بالتالي دي من ضمن الطرق السبليت فيس، ان احنا قسمنا الملفات بتاعتنا بتاعت الستيتو لجزئين، مين وينتنج و ستارت اوكسلر وينتنج سميناها ستارتنج، وقلنا الستارتنج ديت ليها مقاومه عاليه ولكن المين ليها اندكتف عاليه، نتيجه ان احنا عملنا كده وخيرنا في الملفات بتاعت المين عن الاوكسلري حصل عندي فيس انكل بين المين كرنت والستارتنج كرنت مقداره من 25 ل 30 درجه، وبالتالي سبب لي ان يبقى عندي ريفولفينج ماجنتيك فيلد وينشئ عندي تورك، والتورك بتاعي الستارتنج تورك هيساوي كي في الاي ام المين كرنت المين وينتنج كرنت في الاي اس اللي هو ايه المين ستارتنج كرنت ساين الفا اللي هي الساويه اللي بينهم. نرجع تاني نبص عليها اهو، احنا قلنا ان في بينهم مربعات هنا ايه ساويه، تمام كده. طيب هو انت موتور ريتش اباوت 75% اوف سينكرون سبيد، لما الموتور توصل السرعه بتاعته ل 75% من السينكرونس سبيد، ذا سنتر فيكال سويتش اوبن، ذا سيركت اوف ستارتنج وينتنج، the motor then operate as single phase induction motor and continuous to accelerate till it reach to normal speed. تمام، تعالوا نشوف الحتة دي. في عندنا هنا centrifugal switch دوت مفتاح، اول لما السرعة بتاعتي توصل لقيمة 75% هيفتح التايلة دي، وبالتالي هيبقى الموتور بتاعي كل القرنت داخل على ايه، على المين وينتنج على طول علشان الموتور يشتغل بالريت بتاعته، تمام، والموتور هيستمر في الشغل بتاعه، تمام. زي ما اتفقنا، طب حد يقول لي طب ما احنا لما نيجي نوصل هنا الاي ام بس الموتور مش هيتحرك. لا، احنا قلنا المشكله فين، في الستارتنج. لو انا وصلت المين وايندنج بس قبل ما الموتور ما يتحرك خالص في الستارتنج مش هيشتغل، لو عملت له دفعه ميكانيكيه او حركه ميكانيكيه هيبدا يدور ويستمر في الطوران على طول. طب انا مش عايز اعمل له الحركه الميكانيكيه دي، فبالتالي بوصل الملف دوت في الاول لحتى ما الموتور يبدا في الحلقه، ومجرد ما الموتور يبدا في الحلقه ويوصل للسرعه بتاعته اللي هي 75% ابدا افصل دوت خالص. طب في سؤال تاني، حد ممكن يسال سؤال تاني يقول لي طب ليه يا باشمهندس احنا فصلناه؟ لان انا لو فصلت موصل هنا ففي جزء من التيار عندي مفقود في الجزء دوت، فبالتالي الموتور بتاعي مش هيتحرك بالريت سبيد بتاعته او مش هينفذ الاداء اللي انا عايزه، الاداء المتوقع منه هيبقى الاداء اقل، ان بالتالي التيار الوصل هنا ايه اقل، تمام. ايه هي الكاركترستيك بتاعت السبليت فيس اندكشن موتور؟ طبعا السبليت فيس اندكشن موتور احنا خدنا الكاركترستيك بتاعت الثري فيس موتور، تمام، وضحناها قبل كده.